يعني دابا قلتي لي جاو شي وحدين دابا اخويا جاو عطا جا عند جوج بلاص بويله وانا معاه دور مع بلاص كنا معاه وكذا جينا نراقبوا من هذا اللي كل واحد هذا المال يبقى مخطوط هذا اللي جا عند الناس مجموعة الصخرة طالع واحد في الدار عيط عليه هو يهود تخزنوا كلشي موثق تخزنوا بلاتي هذا اللي عمر نزلوا التوثيق هذاك الشيء انا اخويا بغينا هذا الشيء وقع يعني بغيت نتوما حل اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في اهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينه سطات بطبيعه الحال من حي نزاله الشيخ بطبيعه الحال زنقه سيدي مساهل مازال يعني ساكنه حي نزاله الشيخ زنقه سيدي مساهل كاعين على الجار ديالهم اللي دار لاقط الهوائي الريزو يعني بدون موافقتهم غادي نخليكم مع الساكن السلام عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة قلت لي عاوتاني يعني درتو شكاية درتو تكلمت. ايه اخويا في النازلة اللي وقعت نهار الخميس صباح هذا لاقط هوائي نهار الجمعة كما كنتو حاضرين راك شفتو الان تفاجئنا بشي ناس كيقلبوا في شي مكان كنقول الدرجة نشوفوا المكان واش شكون خدامه ولا لا واش واخد شي مكان ولا لا اذا بيت كنمشي لدار اخرى حتى كنلقاه طالع كيصاوب الفوق في الريزو من عيطت عليه هود هو هذا هود وشد وصورته سمعتيني بالتوثيق هذاك الشيء هود وبقى مخزون توقفنا واحد نص ساعه اخرى هنا مجموعين راه هودوا نزلوا هربوا حتى هذه صورتهم قال لك اودي حنا راه جينا شركه حنا ما عارفينش هاد الصداع ما عارفينش قلنا له اودي ما تبقاش تجيو هنا وحنا دايرين شكايه اسمح لي الله يحفظك زيد دايرين شكايه اربعه الجهات والسلطه خدات بعين الاعتبار ولكن هاد السيد راه كيبني بهذاك الشيء بنفس الطريقه الاولى بنفس الثانيه اللي بغى كيدير هادشي اللي بغى وحنا في دولة الحق والقانون ما كاينش يدير داكشي اللي بغيتي نتوما ما باغينش هاد لاقط هوائي والله خويا ساكنة كاملة كلشي مضرات حتى ها انت سول ها انت سول حنا كنعانيو من امراض مزمنة السلام عليكم حنا كنعانيو من امراض مزمنة القلب الشرايين الاعصاب اكتئاب انا دابا 3 جوغ ما نعسش ما شفتش النعاس ما كناكلش ما كنعسش يعني لا ما بالك لا بقى هذا اشنو واش حنا يهجونا من ديورنا نبيعوا ديورنا ونتحولوا ما يمكنش مستحيل مش واحد يغلب حي على قدو حشومه ولاصق عليا انا الزوجه ديالو وي انا الزوجه ديالو اخي قلت لك جا حدا داري وملاصق معايا وهذا استغفال وجا حطو ايوا الزوجه كتعاني من مرض القلب ومرض الاعصاب وكاين واحد العدد ديال الساكنه كلهم كيعانيو انا كنعاني من التونسيون واش لا يعقل ودار بلا تلل وهذا الشيء داروا حدا الدار عندي وبلا ما يتشاور مع الساكنه وما خد لا موافق وفي الاخر قال لك واش جريو طوالكم جريو ما نعرف زعما ديروا لي طيروا حنا فوق القانون كان يعني السيره يعني بحال هو فوق القانون والحمد لله حنا في دولة الحق والقانون. عاش الملك. وكاينة 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 السلطة في البلاد، حنا كندوب هذا العمل المشين اللي دار لنا. فهمتيني؟ هذا العمل اللي بلا تلال، وحنا كنطالبوا. حتى لقيناه. علاش مي لا لو كان ملي هو نيتو طيبة كان يركبوا في النهار نهار قهار. حنا كنشوفوا. لا كنا وافقين الله يعاونو فهمتيني حنا ما موافقينوش وجا هو في الليل الناس ناعسين لونغ ديور وجا فهمتيني ركبوا بلا ما يستشر مع الساكنه يعني عندكم انتم اصلا مشكل مع واحد كاين هذاك ولكن هذاك دابا هذاك على ذكر هذاك علاش غيكونوا جوج كاع في الدرب علاش يكونوا كاع جوج راه واحد راه واحد كاين هاد الثاني ها هو كاين واحد ليه وواحد هنا فهمتيني وحنا كنطالبوا السلطات المحليه باش تدخل طالبوا من السيد العامل باش يدخل ويدير لنا حل هذا حنا ما راضيش على هذه الوضعيه ما راضيش عليه لانه كيشكل علينا خطر وكيشكل على وليداتنا خطر لدرجه ان ولادي ولاو باغيين يتحولوا من هنا واش انا الدار بنيتها بعق جابيني ونتحول ونتحول اجباريا نتحول يجي واحد هو انا قريت تاعي وعندي بكالوريوس 69 وعندي اجازه في القانون واستاذ وعندي وسام ملكي الحمد لله ويجي واحد حدايا تيجي من
الميمونه يجي يتحكم فيا انا، يدير غير الفلوس، يجي حدايا ويدير يدير يجي حدايا لا راه دارو انا اللي ساعدته، انا اللي قلت ليه شري هاد الارض وبني فوقها، انا اللي قلت ليه شريها وبني ملي بنا شوف شنو دار لينا. يعني هو ماشي ولد الدرب وجيتو احتضنتوه. اييه بغا يهججنا بيعو ديورنا احترمناه ولكن مع ذلك صدق رسالتي الاخيره هو كنطالبوا السيد العامل باش يتدخل باش يوقف الاشغال وباش يتحيد هاد الريزوم من هنايا. فهمتيني؟ شوفوا احد الساكنين يعني بطبيعه الحال اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. من ساكنة جماعة حي الشيخ، حنا كنستنكروا ما يقوم به هذا الشخص هذا من تثبيت اللاقط الهوائي فوق هذا المنزل بالقرب من ساكنة. هذا اللاقط الهوائي اللي كيسبب أضرار على الصحة ديال الأطفال وديال سميتو، راه كاين مشكل هنا خطير جدا. هو راه هذا راه ملاصق قريب جدا لواحد واحد المدرسة خصوصية. هاد المدرسة خصوصية كيقراو فيها داك المئات ديال التلاميذ. حنا كنتسائلوا على 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 المشكل، كيفاش هذا تجا بعدا قريب من مدرسة خصوصية؟ كيفاش شكون اللي رخص ليه؟ شكون اللي عطاه؟ كيفاش الشركة ما كتهتمش بالصحة ديال التلاميذ جاية حدا مدرسة اللي فيها المئات ديال التلاميذ كيقراو تما؟ هذا بغينا نعرفوا هادشي. عاد زيد كاين العيالات، نساء، حوامي، نساء، مراد، نساء، سميتو ناس عماتها غير الفلوس جايين كيركبوا هاد اللاقط هذا بدون مراعاة خدامين. الناس خدامين كيبانوا بالعيون ديالنا خدامين، دار رغم ان الناس نايضه وصداع، يعني واحد السين فاركين كبير في هذه الشارعه في هذه الحي هذا، ولكن الناس خدامه يعني ما مسوقه حتى حاجه. كل المراضيات شحال تقريبا؟ يعني انتم درتوا واحد العريضه؟ درنا عريضه راه فيها العاده، فيها واحد تقريبا وصلنا دابا 60 ومازال الناس جايين كيسنيو 60، وحنا باغيين ما باغاش، وحنا عازمين غنظموا وقفه غنشوفوا امام اما امام ذاك الباشاويه ولا امام العماله، غنظموا وقفه في هذه الايام هذه ان شاء الله الا ما توقفش هذا الشيء هذا. لا احنا غادي نمشيو بعيد الا ان يتم هذا اللاقط يمشي فحالو ازالته بشكل نهائي. خويا ما غنزيد ما الكلام اللي قال الاستاذ، الرساله يمكن راه مفهومه، بغينا هذا اللاقط يحيد، الله يرحم الوالدين. هذا اللاقط راه ما خدامش، راه ما كانش فيه الاذى، راه حنا الاولين غنرحبوا به. هذا اللاقط ما خدامش الله، وشكرا. بغيناهم يحيدوا هذاك يحيدوا، كيدير المرض. حنا مراد وغنكملوا، انا مريضه ما نقدش، انا مريضه وغنكملوا بهذا الشيء اللي علقوا لينا. ما باغينش هذا، ما باغينوش يحيدوه لينا. مريضه والله حتى مريضه، نايضه بزز ومهرسه. شنو هي الرساله ديالك للمسؤولين؟ ها؟ الرسالة ديالك للمسؤولين؟ الرسالة قال لك اش بغيتي تقولي؟ كنقول لهم يحيدوا لينا هذا، يحيدوه لينا. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كما كتشوفوا معنا ساكنة حي نزالة الشيخ، كما كتشوفوا معنا هادو هما الناس يعني ساكنة حي نزالة الشيخ، زنقة سيدي مساهل، يعني كما كتشوفوا معنا يعني مازال يعني ساكنة، كلشي خارجين هنايا ما باغينش هاد اللاقط الهوائي. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، على هذا البث المباشر من مدينة سطات. إذا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، بارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيو باش يوصل للجهات المعنيه بالامر. اذا مشاهدي الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، والى بث مباشر اخر ان شاء الله.